السلام عليكم، كيفكم أصدقائي؟ اليوم راح نتكلم كيف نفعل ميزة شكرا على الفيديوهات، يعني الدعم على فيديوهات يوتيوب من $1 إلى $50. يمكن دعمك على فيديوهاتك على اليوتيوب، وراح نتعلم شلون راح نفعل الميزة. أول شي راح ندخل على متصفح كروم، بعدين راح ندخل على اليوتيوب على الصفحة الرئيسية، وبعدها راح ندخل على القناة بالزاوية، ندخل على القناة، وطبعا أنا داخل شارع قبل شلون تفتح هيك صفحة على المتصفح، بعدين تخصيص القناة، وراح ندخل على القائمة الرئيسية للقناة، نحط استخدام سطح المكتب يعني مثل الكمبيوتر أو اللابتوب، وراح وراح تفتح معانا الصفحة مثل ما شايفين. راح ندخل على قسم الأرباح، هنا ندخل على الأرباح، راح ننتقل على الشورتس يعني الفيديوهات القصيرة، وتحت عند بدء راح نضغط على كلمة بدء، وراح تطلع عندنا قائمة الشروط. دخلنا على بدء، هاي القائمة هي قائمة الشروط اللي لازم تتوافق عليها، وراح ننزل لتحت نسحب، طبعا الشروط كثيرة، وراح نسحب لآخر الشروط، وبعدها مطلوب منك اسم واسم الشركة وأيضا الإيميل، راح ندخلهم كلهم. طبعا راح اغبي الشاشة لاني بدي ادخل الجيميل. ادخل اسم الشركة، تقدر تحط شركة يعني اسم مثل اسم قناتك او هيجي، وبعدين ادخل اسمك، وبعدين اي بريد الكتروني انت بدك اياه يتواصلون معك منه، راح تدخل بريدك الالكتروني، وراح تحط قبول بالزاوية، راح تكون قبول. طبعا تفعلت الميزة، شوف من فوق مفعلات، كامل مفعلات الأرباح عن طريق الملصقات أو عن طريق شكرا، وراح تظهر لك هاي القائمة عند التفعيل. طبعا من فوق واضحة انه مفعلات، يعني بدون ما تضغط عليه وتلغي اي شي هن تفعل لحالهن، وهين تقدر تلغين ايضا بهذا بمجرد ما تسحب الشريط الازرق. والان راح نخرج ونشوف كيف تفعلت في القناة. ندخل على القناة، بعدها نختار أي واحد من الفيديوهات الموجودة على قناتنا، مثلا أنا راح أختار هذا، ودخلت عليه تخطى الإعلان، ونحن نسحب لهين راح تلاقي كلمة شكرا، راح نضغط عليها ضغط وموجودة هين من 20 العش. طبعا 20 ليرة تركي تساوي هو يعني واحد يطول دولار حتى يدخل. تقريبا، 1 و10 سنت، 5 سنت إلى 500 ليرة، طلعت وهي حينه تساوي 50 دولار طالتها تقريبا هنا راح أو نضغط. أقل بقليل. وانتهى الفيديو، وان شاء الله يكون استفدتم. اذا عجبكم الفيديو اشتركوا معنا، خلينا نوصل 5000 مشترك، وشكرا لكم على المشاهدة، واتمنى يكون نفعكم واستفدتم منه، وسلامتكم.